السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا كلكم خير وصحة وسلامة. اليوم راح نتكلم عن التسميد بالخميرة الفورية، وهل هي فعلا مهمة جدا مفيدة وناجحة للنباتات المنزلية والخارجية أيضا، وشلون ممكن نحضرها وشلون ممكن نطبقها على النباتات. طبعا تسميد بالخميرة الفورية هي أحد الطرق المفيدة جدا للنباتات، وبهاي الحالة راح تستفاد النبات من فطر الخميرة وتتغذى النبات وتؤدي لزيادة النمو إن شاء الله، وبعدين أيضا تؤدي للتفريع وزيادة المجموع الخضري ووجود الأزهار والثمار من خلال استخدام الخميرة الفورية للتسميد. هناك طريقتين لاستخدام أو تحضير الخميرة الفورية لتسميد النباتات. الطريقة الأولى هي الري، وتعتمد على الطريقة الآتية. أول طريقة، نذوب كيس واحد من الخميرة الفورية على 10 لتر مي، وبعدين نروي بمباشرة جميع النباتات ونستخدمها مرة كل 10 أيام، لأن النسبة المستخدمة قليلة وما ماكو مانع من تكرارها على فترات قصيرة، وما يجوز استخدام نسب كبيرة منها بالري، لأنه هذا الشيء رح يؤدي إلى تعفن الجذور بالتربة ورح يتسبب مشاكل فطرية وأمراض ثانية احنا بغنى عنها. أما عن الطريقة الثانية هي عن طريق الرش، نخلط 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ملعقة واحدة من السكر، أو ممكن نستخدم العسل الأسود، ونخلطها على كوب ماء دافئ، وبعدين نقلب. ممكن أيضا نغطيه يعني بلاستيك شفاف، وبعدين نخلطه، وبعدين نخليه يختمر، ونخفف هذا الخليط بلتر ونص من الماء، يعني نضيف لتر ونص من الماء بعد ما تختمر، وبعدين نستخدم الرشاش، نخليه بالرشاش ونرش فقط بعيدا عن الزهور، وما نعطي الري عن طريق هذا الطريقة نهائيا، فقط الرش، لأنه السكر راح يعوق عملية امتصاص النباتات للماء، ونكرر هذا الشيء مرة كل شهر. إذا عجبكم الطريقة أو الطريقتين اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق، مع السلامة.